صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بتابعوا فيت بيت. اليوم مع كوتش بهيجة رح نكون عم نشتغل سوا نحمسكن على السبور. أهم شيء يكون عم نعمل سبور لو كان وقت قصير، ما بدي أذكركن مش ضروري نكون عم نشتغل ساعة أو ساعتين بالنهار، حتى لو ما كان عنا وقت فينا نكون عم نعمل 15 minutes وهن أكيد أحسن من أنه نكون مش عم نشتغل. رح كون عم بشتغل أنا وياكي بهيجة اليوم crunches exercise لcrunches اللي هو بنشوفه بعدة إذا بدكن طرق. رح أكون عم بلش بالستاندينج كرانشز أول شيء، ورح نشوف كمان شو معقول نكون عم نعمل أخطاء بهالإكسرسايز اللي هو إكسرسايز للمعدة طبعاً، أكيد رح نصلحها. رح بلش أول شيء ستاندينج كرانشز. مثل ما شايفين عم ناخد الإجر لعند الإيد إكزاكتلي هاي هي بيرفكت. نشتغل على كل جهة تقريباً 12 تايمز. نعمل بعد 4 3 2 1 switch sides كمان. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وبعد مرتين آخر مرة. أهم شيء بالكرانش أنه نكون عم نحس أنه عم نعمل contraction على المعدة، يعني ما أكون أنا عم جيب جسمي وعم نزله مع إجري بهالطريقة، بده يكون إجري عم تطلع وبنفس الوقت عم بعمل كرانش to the side. شو معقولة بهيجة نكون عم نشوف أخطاء بالكرانشز على الأرض؟ خلينا نشوف على الفلور شو معقولة نكون عم نعمل غلط ونكون عم نشتغل هالإكسرسايز ما كأنه عم نشتغل معدة وهيك ما بنكون عم نستفيد. أوكي، مثل ما شايفين هلا بهيجة عم بتقرب براسة وما عم تعمل contraction بشكل صحيح لأنه الرقبة هي اللي أكتر عم تشتغل من المعدة. كيف بدنا نصلح هذا الإكسرسايز؟ بدنا نجرب بالضبط، نحاول نثبت كواعنا ما يكونوا عم يتحركوا، نثبت الرقبة ويكون عم نطلع فوق النيز بشوي، يعني straight فوق النيز وعم نعمل contraction. في شغلة كمان أساسية بدنا ننتبه لهون بهالإكسرسايز انه لازم نكون عم نعمل فول كونتراكشن، يعني ما نقطش الاكسرسايز ابدا. خليني افرجيهم كيف معقول يكونوا عم بيقصروا الكرانشز بهيجة، يعني معقول كثير نكون عم نشتغل كرانش ونكون عم نوقف هون. سو كثير مهم نكون عم نطلع نعمل فول كونتراكشن وننزل. That's it. شو كمان بدنا نفرجي؟ One type of crunches، فينا نشتغل the oblique crunches، يعني نشتغل بنفس الطريقة بس على السايد. منروح سايد سايد، اوكي. وهون كمان شو معقول يكون في غلط؟ نكون عم نجيب رقبتنا، سو بدنا نصلح. كيف بنصلح؟ أهم شيء نكون عم نركز على السايد ونشتغل اكسرسايز على مهلنا. أكيد switch sides. كمان نشتغل اكسرسايز على مهلنا، بنجيب الاجر لعنا، الكوع لعند الركبه، بنركز على سايد اوف ذا ابس. That's it. خلينا انا وياكي، خليك تحت بهيجة لنشتغل كمان اكسرسايز كرانشز. رح نكون دايجونال هيك انا وياكي نعمل تشالنج. شو رايك نعمل 40 تايمز او 30؟ يلا 30 كرانشز. Let's go contractions. مثل ما تعلمنا بدنا نروح full contractions ونطلع 2 3 4 بتطلع straight فوق النيز full contraction. رقبتي ثابتة تساعد حالي بهدي بأصابيعي راسي contract. قد ايه صاروا؟ 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 خلاص 25 هيدي هي. That's it. لا خلينا نكمل another set. ناخذ بريك صغيره. وصلت لل 25 مره بهيجة which means عم تعمل اكسرسايز كثير صح
وانتو كمان اكيد لازم تكونوا عم تنتبهوا مش على العدد، عم تنتبهوا اكثر على الكواليتي اوف ذا اكسرسايز وعلى التكنيك. كل ما كان التكنيك اضبط كل ما اكيد اخذنا نتيجه. نعمل اخر 12 رابس ورا بعضهم. ليتس جو كرانشز. خلينا نشتغلهم سايد سايد. شو رايك سايد؟ كمان على مهلي على مهلي. انا عم بشتغل فاريشن وبهيجا عم تشتغل another variation. فينا كمان نكون عم نحط الاجر بهالطريقه ونشتغل على one side وكمان switch sides 2 3 and 4 ومنبيح. هلا stretch للobliques to the side. Yes. Each. Switch sides. ناخد نفس. Exhale out. هيدا كان كل شيء لليوم. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا السيشن واستفدتوا وصرتوا تعرفوا كيف تشتغلوا exercise crunches اللي هو عن جد من أهم التمارين وكتير بفيدكم. جربوها واكيد خبروني. ما تنسوا تفولو ماي انستغرام بروفايل MZ Fitness. اذا عندكم اي سؤال اكيد انا جاهزه لتجاوبكم.